الظروف اللي كتعرفها بلادنا محتاجين اكثر من اي وقت لوسائل التواصل باش نبقاو على اتصال بحبابنا، نعرفوا اش واقع في محيطنا ونقراو ونخدموا من ديورنا. داكشي علاش انوي معكم كل يوم مع احترام التعليمات الوقائيه، الناس ديالنا خدامين من ديورهم في مقر العمل في الوكالات وفي مختلف انحاء المملكه باش يوفروا لكم الريزو اللي تعولوا عليه والخدمات اللي تخليكم ديما متواصلين من ديوركم. بغيتيو تشارجيو وتغيروا العرض ديالكم او عندكم سؤال، احنا في الخدمه. اتصلوا بنا على الرقم 220 في الموقع inwi.ma على التطبيق ماي انوي وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي. وإلا اقتضت الضروره وكالتنا مفتوحه في جميع المدن، ودرنا جهدنا باش بطاقه التهبئه تكون متوفره عند جميع الموزعين. غير هي نقولوها ونعاودوها، ما تخرجوش غير الضروره القصوى باش تحميو راسكم والناس العزاز عليكم. وفي هاد الظروف ديري ديك وقفه مع الجمعيات باش نساعدوا الاسر المحتاجه. بتضامننا غادي نجاوزوا ان شاء الله هذه المرحله وحياتنا ترجع لطبيعتها. وشكرا، شكرا لجميع الناس اللي كيضحيوا من اجل سلامتنا وسلامه بلادنا. انوي معكم كل يوم.